رمضان ويانا شهر الفرحة، لسه سهرانين معاكم ولسه معانا الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. ما ينفعش أقفل صفحة الحشاشين من غير ما توقف عند أحمد عيد. برافو عليك أحمد عيد، تألق مفاجأة. يعني هو أكتر واحد حاسس أنه ظلم لما احنا كلنا حطيناه، كلنا دي عادة على النقاد والصحافة والجمهور حتى تحت تايتل الكوميديا فقط. رغم الكوميديا شيء عظيم طبعا، لكن هو التنوعات الدرامية والأنغام المتعددة اللي جواه أكبر بكتير من ده، وأكبر من أن أنت تحطها تحت تايتل واحد. فعشان كده هو من السنة اللي فاتت حاجة اسمها في عملة نادرة خرج برا التصنيف النوعي، لكن الحقيقة المرة دي في الحشاشين انطلق بقى. يعني إيه؟ كانت بروفة السنة اللي فاتت، كانت بروفة فنان كوميدي. لأن مشكلة الفنان الكوميدي إيه؟ أنه أول علاقة بينه وبين الجمهور أنه هتضحكنا، إذا ما ضحكتناش أنت فشلت. تخيلي مثلا إسماعيل ياسين هيعمل دور تراجيدي بيبقى صعب تتقبليه من أوله لآخره، يعني ممكن يبقى فيه مشهد تراجيدي أوكي، لكن كله كده لا. هو قدر أحمد عيد قدر الممثل اللي جواه كان طاغي جدا لدرجة أن الناس خلاص تتعامل مع أحمد عيد كممثل للشخصية مش كمضحكاتي. مع كل التقدير للمضحكون، دول أعظم فئة في الممثلين، لكن انت تضحك الناس ده دي موهبة يعني استثنائية. لكن جنب ده عيد كمان ممثل هايل. هرجع واتكلم عن المضحكون والكوميديا، بس ثانية واحدة لازم أسأل برضو. مش عارف مسلسل حشاشين صعب انك تقفل ملفه بسهولة، لانه فيه عناصر كتيرة قوي محتاجين نتكلم فيها. هو نفسه لا يغلق، هو لا يغلق بالضبط، وحاجات حلوة. فكرة استخدام رباعيات الخيام، طبعا هي بترجعنا يعني رباعيات الخيام عند الناس، انه الخيام فارسي اللي بنسمعها ده ترجمة بنوع من الاجتهاد لأحمد رامي. سمعت صوتا هاتفا في الصحر وهكذا، كل ده رامي خده من روح عمر خيام. اللي عجبني قوي انه المسلسل ما بيبدأش بالغنوة كما لحنها السنباطي، تلحين السنباطي، لا ده بتقدم بشكل ايقاعي، فدخلتك في مود مغاير كويس. فده كان ذكاء من بيتر ميمي، واعتقد انه ده فكرته، انه لازم يدخلك انت كجمهور انت رايح في حالة اخرى غير اللي انت تعودت عليها، بداية من رباعيات الخيال اللي ترجعك طبعا لهذا الزمن. ارجع بقى للمضحكين والكوميديا، وعايزه اتوقف عند عمل كوميدي ونجم من نجوم الكوميديا اللي احنا بنحبهم، اكرم حسني. مسلسل بابا جه اللي بيعرض حصريا على دي ام سي، كيف كانت الكوميديا كما قدمها اكرم حسني؟ اكرم من الكوميديانات اللي هم واخدين الامور بجد، بيقرا كويس. هو تعرفها كان مذيع، كان اساسا اعلامي طبعا، وبدا في الاذاعه على فكره قبل التلفزيون. فخد الحكايه بدراسه وبجد، وعشان كده عمره طويل. الكوميديان اللي عمره طويل يعني شوفي، ممكن تبقى موهبه كبيره زي محمد سعد، لكن محمد سعد ما عندوش ثقافه تؤهله للاستمرار، فعشان كده بيتعثر رغم انه نجح نجاح مدوي في فترة من الفترات. ومش بس كده نجاح مدوي، مش بس كده، امكانيات محمد سعد هي امكانيات متوحشة، عنده لياقة ذهنية وجسدية وتعبيرية هايلة. امكانيات محمد سعد امكانيات متوحشة. طب ايه اللي حصل؟ العقل بقى الذي يدير الامكانيات. هذا مشروع، يعني ده مشروع، طب ازاي انت هتديره وما تفقدش اموالك؟ محمد معرفش يقود مشروع. لما يبتدي اسمه يتضاءل ولا يعترف، خدي بالك المشكلة عند جزء كبير من النجوم ايه؟ ان هو اكتر واحد يحس ان هو ما عادش مطلوب هو النجم، حتى بتعرفها من التليفون بتاعك، بطلوا المنتجين يكلموك، المعجبات قالوا شوية لو كنت، او المعجبين قالوا شويتين لو كانت نجمة. يعني هتلاحظ في تفاصيل معينة، التهافت اللي كان بيحصل قبل كده بدأ يقل، عيون الناس ده مؤشر كبير جدا، وهي ترى النجم. اكتر واحد بيحس بالعيون بفرحة العين هو النجم، بيلاقي ان الفرحة انكسرت، ما عادش الفرحة ولا الدهشة الاولانية. اذا انت تنبهت في البدايات هتقدر تغير من نفسك وتعود للفن. اكرم حسني يعني عقله سابق
كتير قوي افكاره، وساب ايضا عارف يقود موهبته وساب ايضا اختياراته. ما هوش بيجري ورا افيه. طب ما هو نجح مع في كتابه غنوه لمنير كويس، لكن ما اعتبرش ان الغناء او الكتابه هي القضيه الاولى، لا مكمل. بشوف ان هو كمان بيفتح الباب ان احنا هنعمل عمل مش شرط انا البطل من الجلده للجلده، مش شرط مين معايا ويتدخل في التفاصيل. كل اكرم كمان بيجيد صناعه الجمله والموقف الكوميدي، ده من ضمن الحاجات القلائل اللي عند الكوميديانات. هو مش كوميديان منفذ، لا ده كوميديان مفكر. فرق، دي شهاده مهمه لاكرم حسني. في كوميديان منفذ، اكرم حسني كوميديان مفكر، مفكر. عارف بالظبط هقول ايه وهقف فين ومع مين وهغني ولا لا، وعلاقته معاه، علاقته بالمخرج، علاقته بالحياه كلها. عشان كده موجود في السينما، موجود في التلفزيون بقوه، وموجود حتى في الاعلانات. يعني بابا جه نجح، بابا جه من الحاجات الجميله، لانه كمان البطوله للبنت وللولد للاطفال وهم ناجحين. يعني في نجاح كمان لعنصر الاطفال، وده يحسب للمخرج. ونسرين امين الحقيقه بجد عامله شغل صح. حلو يعني نسرين فعلا، نسرين ممثله هايله، محتاجه تاخد حقها وهي ممثله يعني. ممثله هايله، وفي مخرج بيقود ممثلي وبالذات الاطفال، لان ده اصعب انواع القياده، انك تخلي الطفل يظل طفلا مش يمثل.